اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي. كنتمنى اللي اول مرة يشوف القناة يتابونا، وكنتمنى الى عجبكم الفيديوهات ديالي تخليوا لي لي كومونتير وتخليوا لي لي لايك. فكيف ما كتشوفوا من العنوان، اليوم غادي نديرو صالون تور. كيف ما كتشوفوا انا تندير لكم دويرة شاملة على الصالون بهذا الشكل. كيف ما قلت لكم هذا الصالون ديال ماما، هو اللي بغيت نشارك معكم كيفاش فرشناه شنو درنا فيه. بالنسبه للصالون ديالي ان شاء الله حتى هو غادي نشارك معكم، ولكن حتى نسالي بزاف د الحوايج باقيين خاصيني. اي فوالا، هذه هي الدوره كيف ما كتشوفوا دايرينو في هذا اللوين. فوالا، دابا غادي نبدا نقول لكم كل حاجه منين خديتها، شنو بلوتو منين خداتها ماما وكل حاجه الثمن ديالها اي فوالا. فهنايا نبدا لكم اول حاجه بهذا التوب. فريمون خدينا شي حاجه اللي مناسبه في الثمن، او ميم طون زويونه وتعطي واحد المنظر زوين. فالتوب كنا خديناه الا ما خفت نكذب بشي 100 درهم واقيلا. فوالا، فيه هذا الرشمه من هنا وفيه هذا الغي هكا، والحنه درتها هما الشكل مختلف باش تجي الكوليسه زوينه. ودرنا لهم هاد الخياطه كيف ما كتشوفوا فيها، نوريكم الخيطات هما هاد الخياطه على هاد الشكل. فالخياطه كانت خدمناها ب 35 درهم. وبالنسبه لهاد المخيطات اللي دايرين بهاد الشكل، فهادو خدم لينا المخيطه ب 100 درهم، حيتاش الخياطه مدوبله ديك السفيفه مدوبله، او ميم طون هادوك الهديد بات وداك الشيء بهاد الشكل. وزوقناهم بهاد المخيطات اللي كيجيو هكا، هذا الشوني زوقناهم هكا ودرنا هاد السطيفات مخدات سامبل، وجاو في هذاك الدوغي باش يعطيو واحد اللون هكا مزيون للصالون. فوالا، بالنسبه للخوامي فكيف ما كتشوفوا معايا كاين الشعر، انا غادي نوريكم خوامي. فاحنا خدينا الصاري تيجي على هاد الشكل، حتى هو داخل فيه هاد الدوغي اللي كاين في التلامط كيف ما كتشوفوا معايا، وداخل فيه هاد النحاسي حتى هو تيعطي واحد المنظر غزير 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 بزاف. وحتى الشكل ديالهم تيجيك فريمون صاري صاري ديال بصح لابسو تلبسوه. انا ملي شفتو عجبني بهذا الشكل، تيجي زوين. فهذا الثمن ديالو كان داير 300 درهم المترو هكا، ولكن تبارك الله راه عامر وزوين. شوفوا كيفاش نوريكم الشكل ديالها. وبالنسبه لهاد الشبيكه قديناها من الفوق بهذا الشكل، سمحوا لي على الشعايله بان لكم الشع. فهذه كنا خديناها ب 80 درهم المتر، تجي هكا بهذا الشكل. سمحوا لي نوريكم هكا باش تشوفوها، كاين هاد الاشكال راكم الا خرجتوا غادي تشوفوه. انا بغيت نشارك معكم، ودابا يقدروا يكونوا هبطوا في الثمن حيت حنا كنا صيبناهم مده هذه شي شويه ماشي بزاف، ولكن دابا يقدروا يكونوا هبطوا في الثمن. فوالا، حنا مقادين هذاك بهذاك الشكل، وكنبدلوا ليها الديكور ديالها كل مره. بالنسبه للقبص فحنا دايرينو بلدي. فوالا، دايرين داك الطابلو في الراس ديال الصالون ولي كوان كيف ما كتشوفوا معايا، طويبلات ديال العود من عند النجار. صراحه صيبناهم سامبل، حيت الحاجه فريمون سامبل ما كتموتش كيف ما كنقولوا، ما كتموتش وكتبقى الحلاوه ديالها ديما سامبل. اي فوالا، بالنسبه لهادو اللي حاطينهم هنايا الفوق ديال الطويبلات هنايا، فهادو كنا خديناهم ب 35 درهم الوحده، هاد صغارين فكيجيو على هاد الشكل كلهم عقيق، العقيق ديالهم زوين ومخدومين زوينين، وحتى الثمن ديالهم مناسب جدا 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 كما كتشوفوا معايا المنظر ديالو. وهذا اللوين حتى هو ديما تيبقى راقي وزوين، وباسبارتو حتى ولو تتبدلي الصالون تقدري تستعمليهم في بزاف ديال مع بزاف اللوينات الدوغي داكشي، تيبقى راقي هذا اللون ملكي. اي فوالا، خديناهم هذيك الطويبله وهذيك الطويبله حتى هي هما نفس الشكل كيف ما كتشوفوا، نفس الشكل بثلاثه درنا غير ثلاثه.
باش حيت هما القنيتات اللي عندنا كيفما كتشوفوا ثلاثة القنيتات. وبالنسبة لهذا ديال الطبلة الكبيرة فهذا داير 350 درهم، خديناه ب 350 درهم. فراه تيجي بهذا الشكل حتى لا كولور زويونه. وتقدروا نتوما الا بغيتو ديري شي كولور تحت منه تبدلو، ما ديروش هاد البيج هكا تقدروا، اولا بلونكاسي تقدروا ديروا شي كولور اللي تفتح ليكم اولا تكون ماشيه مع الصالون ديالكم. فحتى هو نفس الشكل ديال هذوك الصغارين، حتى هو فيه العقيق من هنايا مطروز كامل، غاديه به الطرزه وعوامر وزويون. فوالا، وحطيت هاد الفراقة هنايا في الوسط باش يبقى، ما بيتش نحط شي حاجة اللي تضرقو، باش يبقى يبان كله حيت هو منظر ديالو غير بوحدو زويون، ما يحتاجش نضركوه. فوالا كيف ما وريتكم. ايوا هادو ديال الكوان هاهما، يا شفتوهم حتى هما تيجيو غزالين و تيتماشاو مع لونسومبل كامله. واخا حنايا شرينا كل حاجه بوحدها، ما خديناش اونسومبل كامله. بون هادو حتى هما بنفس الشكل، نفس الطرزه، نفس العقيق، نفس كل شيء. فهادو ب 55 درهم اولا 60 درهم الا ما خفت نكذب، ما عقلتش بالضبط، ما نكذبش عليكم. حتى هما تيتماشاو مع هنايا. وبالنسبه لهنايا هاد الفخار اللي حاطينه الفوق، فهادي كنا خديناها من عند الفخاره في اسفي، ملي كنا مشينا واحد المره وخديناها وحطيناها هنايا فوق الكوان. وهذه حتى هي بهذا الشكل، حتى هي كتجي هكا، باردون، كتجي هكا زويونه وبهذا الشكل هكا. بالنسبه للشرجم الاخر حتى هو فيه نفس الخاميه او نفس، فوالا كيف كيجي المنظر من هنا نوريكم. وبالنسبة للترية فأنا كنت خديتها من ميزون ديتالي ديال كريستال مع هادوك لي زابليك ديالها. ما نكذبش عليكم الصراحة بشحال خديتها، ما عقلتش الصراحة. مي كان شي تمن لي زويون مناسب الصراحة، أنا كنمشي عندهم تيعجبني، عندهم شكيلات وتيعجبني عندهم داك الكريستال. وحتى انا نيت بقى ناقصاني الطريه في الصالون ديالي، داكشي علاش ما بغيتش ندير لكم صالون تور ديالي حتى نكون كملتو كامل 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 كامل. وبالنسبه للزربيه نسينا، فهاد الزربيه كتكون تركيه كيف ما كلكم عارفين، فالثمن ديالها راه باين، ما قلتش بالضبط، ولكن راه كاينه في السوق هكا، كتجي مزوقه فيها اللوينات وكتماشى مع كاع اللوينات اللي تيكونوا عندكم في الصالون. فوالا بهذا الشكل. اي فوالا، هذا هو الصالون ديال ماما كامل. وبغيت ما ننساش حتى الصباغه اللي دايرين، فحنا دايرين العنبره كيف ما كتشوفوا، كتجي بهذا الشكل، كتجي ملسة وزويونة بهذا الشكل. دايرينها في هاد لاكولوغ ما بين اش غادي نقول لكم، ما بين الصومو ما بين لورانج، هي صراحة صومو صومو بارد وزويون. فوالا كتجي فيها هاد الشكيلات هكا، كتجي زويونة وعاطية للعين. شفتوا الديزاين ديالها كيفاش داير، بحال كتجي معرقه فيها العريقات هاكا.
وهنايا كنكون ساليت الفيديو ديالي. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى ان الذوق يكون اعجبكم حتى هويا، وكنتمنى انكم تابوناو، وكنتمنى انكم تخليو ليا لي لايك ولي كومونتير ديالكم والراي ديالكم والافكار الجديده ديالكم، على ما ان شاء الله ندير لكم صالون تور في الدار ديالي. كنبغيكم بزاف، تهلاو في راسكم، و الله ينجينا عذاب النار. لا تصهد 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 كتير بزاف. الحمد لله على كل حال. باي باي، وتهلاو في وليداتكم، وكثروا لهم شرب الماء، وعندك وعندكم تخليوهم في الشميسه بزاف، حيت راه فريمون هاد الصهد اللي ولا كتير كتير بزاف. الحمد لله، يلا فيديو قريب ان شاء الله، كنبغيكم بزاف، بيزوات.